السلام عليكم. الدريفت والتفحيط هل هما نفس الشيء؟ يعتقد الكثير من الناس أن الدريفت هو التفحيط، وهذا بسبب الصحفيين الذين ينعتون أصحاب دريفت بالمفاحطين، حتى أصبح الناس يعتقدون أنهما نفس الشيء. معكم مروان من برنامج وينير ريمز، سأقوم بشرح الفرق بينهما. التاكو هو أكلة مكسيكية تقليدية اشتهرت حول العالم، والتاكوس هو أكلة فرنسية ظهرت في بداية القرن 21 في فرنسا، واشتهرت في بعض دول أوروبا وكذلك هنا في المغرب أيضا. ورغم أن التاكو أقدم من التاكوس ولديه الشهرة أكبر بكثير ومنتشر أكثر، لكنه يوجد فرق بينهما في وصفة الإعداد، ولا يمكن أن نقول أن التاكو هو التاكوس، كما أنه لا يمكن أن نقول أن الدريفت هو التفحيط، لأنه يوجد فرق بينهما في وصفة الإعداد. الدريفت مثل التاكو المكسيكي بدأ في السبعينيات في اليابان قبل أن ينتشر في العالم في التسعينيات، وأصبح منافسا لسباقات السيارات. أما التفحيط مثل التاكوس الفرنسي هو إبداع الشباب السعودي، فقد بدأ في السعودية العربية الشقيقة في أواخر السبعينيات، كما أنه لم ينتشر حول العالم مثل الدريفت، لأنه يحتاج شجاعة كبيرة لا توجد إلا عند إخوان السعوديين. أنا لا أشجع على المخاطرة بالحياة والتفحيط في الأماكن العامة، لكن لديهم شجاعة، وجب ذكر هذا لكل ذي حق حقه، وأكرر أنا لا أشجع أبدا على التفحيط. الدريفت يحتاج سيارات تدفع بالعجلات الخلفية وبالضغط على دواسة الوقود وإطلاق قوة المحرك، ستنطلق السيارة إلى الأمام، وهذا أمر بديهي، لكن بإدارة المقود بسرعة يجعل القوة التي أنتجها المحرك في العجلات الخلفية تدور بشكل جانبي لأنها كبيرة ولا يمكنها أن تسير مع زاوية الدوران الحادة للمقود، وبهذا يحصل الدريفت. الدريفت في الأصل هو انزلاق السيارة، والفكرة اليابانية هي التحكم في هذا الانزلاق والإبداع فيه وأخذه إلى مستويات أخرى، وطبعا هذه العملية لا يمكن تنفيذها بسيارة بالدفع الأمامي، فسرقة الصحون من ماكدونالدز لوضعهم تحت العجلات لإزلاقها لا يعتبر دريفت. وأيضا القدوم بسرعة وسحب المكبح اليدوي أيضا ليس دريفت، وأيضا إزلاق السيارة عندما تكون الأرض مبتلة صراحة فيه بعض الدريفت، لا يمكن أن نقول أنه ليس دريفت، لكن فيه بعض الدريفت. لكن سيارات الدفع الخلفي تقوم بالدريفت في أي مكان وفي أي وقت وبدون أي مدة، يعني لا توجد مدة محدودة لهذا الدريفت وبدون أي شروط، فقد رأينا BMW التي دخلت موسوعة جينيس بالدريفت 8 ساعات متواصلة. أما التفحيط يا حبيبي فليس عنصريا ولا يقوم بإقصاء أي سيارة، ويرحب بالجميع سواء كانت سيارة بالدفع الخلفي أو سيارة بالدفع الرباعي أو سيارة بالدفع الأمامي، كل شيء يفي بالغرض، لا يوجد أي شروط أو تعقيدات. فكرة التفحيط هي الانطلاق بسرعة كبيرة جدا تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة، وبعدها يتم عمل حركات استعراضية بالسيارة، ويوجد الكثير من التقنيات والحركات التي يقوم بها المفاحطون، صراحة لست مطلعا عليها ولكنها موجودة. الدريفت يعتمد على إزلاق السيارة بقوة المحرك، بينما التفحيط يعتمد على إزلاق السيارة بقوة السرعة التي تنطلق بها، وكما نرى الفرق واضح بينهما. رغم أنهما يعتمدان على إزلاق السيارة، لكن طريقة توليد القوة والتقنيات أيضا مختلفة. الكثير من أصحاب الدريفت يقومون بالتعديل على سياراتهم لتحسين الأداء، بينما أصحاب التفحيط لا يحتاجون لذلك. أي سيارة بأربع عجلات بسم الله، فقط الكامري أو الإلانترا
أكثر من كافية. الدريفت يبدأ من انطلاقة السيارة عندما تكون واقفة، وغالبا يكون في سرعة منخفضة، لكن هذا لا يعني أن الدريفت لا يكون بسرعة مرتفعة قد تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، لكن حتى في السرعات العالية لا يعتمد الدريفت على إزلاق السيارة بسرعتها فقط، لكن يعتمد أيضا على ضخ المزيد من قوة المحرك في العجلات للمزيد من التحكم. أما التفحيط فلا يمكن أن يكون أبدا بسرعة منخفضة، ويبدأ تقريبا من سرعة 180 كيلومتر في الساعة فما فوق. الدريفت في أغلب الأحيان يكون في المنعرجات والمدارات والمسارات الملتوية، وطبعا يمكن أن يكون الدريفت في طريق مستقيمة، لكن هذا نادر الحدوث لأن روعة الدريفت في المنعرجات. أما التفحيط فهو عكس الدريفت، وهو يكون فقط في الطرق المستقيمة، فبسرعة تتجاوز 180 كيلومتر في الساعة لا يمكنك أبدا أن تدخل في المنعرجات، فهكذا سوف تطير. كلما كانت السيارة خفيفة الوزن تكون أفضل في الدريفت. أصحاب الدريفت يقومون بتخفيف وزن السيارة، ففي تخفيف الوزن يصبح عدد الأحصنة أكبر مقابل كل كيلوغرام، وكلما نقص الوزن أكثر ستزيد قوة السيارة ويتحسن الأداء. أما التفحيط فكلما كانت السيارة ثقيلة تكون أفضل، لذلك لا يقومون بأي تخفيف للوزن، وفي الكثير من الأحيان يركبون أصدقائهم معهم. فمثلا سيارة تزن طنين منطلقة ب200 كيلومتر في الساعة ستولد قوة أكبر، وأيضا سيكون ثبات أفضل عند بدء التفحيط من سيارة تزن طن واحد وبنفس السرعة. كما وضحنا يوجد فرق بين الدريفت والتفحيط، فالتفحيط رياضة ميكانيكية سعودية وتوجد فقط في السعودية على حسب علمي، لكنها أخطر من الدريفت بكثير، فهي تعتمد على السرعة الكبيرة والتي تتسبب في موت الكثير من الشباب، وأيضا تشكل خطرا على الناس في الطريق. كما نعرف يوجد بطولات خاصة بالدريفت، وهذه المنافسات ساهمت في شهرة الدريفت وتحسين المستوى أكثر ليصل إلى الاحترافية. وصراحة أتمنى أن نرى التفاتة من العرب وخاصة السعودية الشقيقة للتفحيط، ومثلا يتم عمل طرق موسعة خاصة للمفحطين، أو يتم تنظيم بطولات للتفحيط في أماكن مناسبة مع توفير سبل الحماية، ليتثنى للشباب السعودي تفريغ طاقاته الإبداعية، وأيضا لنرى انتشار هذه الرياضة الميكانيكية بشكل رسمي وغير خطير. أعتقد أن الأمر الآن أصبح واضحا، لذلك أتمنى أن يكون الوعي الميكانيكي لدى الصحافة ولا تقوم بترجمة الدريفت بالتفحيط، فهما شيئان مختلفان.